وفي شمال أفغانستان تقدم مقاتلو حركة طالبان إلى مشارف مدينة قندوز الاستراتيجية. فبعد إقليم شردارة أعلن مسؤولون محليون وحركة طالبان أن منطقة ثانية سقطت في قبضة المتمردين بعد معارك عنيفة مع قوات الأمن، وظهر تشكل خط للجبهة على بعد 3 كيلومترات غرب قندوز عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه وخامس كبرى المدن الأفغانية.